عسلامة، مرحبا بيكم. عيد الأضحى على الأبواب وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. مع الفرحة نفكر في الصحة، وما علينا كان باش نثبتوا في صحة الأضحية متاعنا. وإذا لاحظنا حاجة غير عادية يلزم نتصلوا بأهل الاختصاص باش نحافظوا على صحتنا وصحة عائلتنا. ما تنساوش إن الحمل علوش فيه كمية كبيرة من الكوليسترول، ونحاول في أيام العيد الوصفات متاعنا ما يكونوش كلهم بالحمل علوش. عوضوا بالدجاج، بالحوت، وخاصة بالخضر اللي تساعد على عملية الهضم وتعدل كمية كوليسترول في البدن، كيف المعدنوس، البصل، القارص، وبالأخص اللي عنده مرض مزمن كيف ضغط الدم ولا شحم في الدم. حاولوا زيادة باش يكون الشوي معتدل، مش ني، مش نقطه جميع الجراثيم، ومش محروق اللي يبدل مطعم الحم وتعمل كوش كحلة اللي هي مضرة جدا للصحة. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير في صحة جيدة، وعيدكم مبروك.